شكرا قسيس عماد، شكرا لكم. ارحب يعني في المكان، ورحب كمان واحيي الكنيسه في السودان. في الحقيقه على حسب ما خبروني انه هيتعبوا معانا يعني الخدمه دي من داخل الكنيسه، فتحيه لنا جميعا. نشكر الرب لاجل هذه الفتره المباركه دي المره الثانيه. المره الاولى السنه الماضيه كان في نفس الوقت وكنت بقود التسبيح، وهذا الوقت الرب اخذته لقلب انه نشارك مع بعض من كلمه الله. شكرا يا رب انه بيدي فرصه لكل شخص فينا انه يلتقي معه ويكون عنده فرصه للمقابله مع الرب يسوع المسيح. عندي الثقه انه الرب راح يتكلم معنا في هذا الصباح، امين. راح يتكلم لقلوبنا، راح يسدد احتياجنا، وراح يوصل مكان ما انت موجود. وصلي بانه روح القدس ينقل لنا هذه الاخبار الساره وانه يوصل فعلا الى قلوبنا. حقرا معكم ايتين من انجيل متى الاصحاح السابع، متى السبعه، من 28 و29. هنقرا مع بعض الايتين ديل، وقدر ما الرب هيكلمنا في هذا الصباح انا اثق انه في كلمه خاصه. فلما اكمل يسوع هذه الاقوال بهتت الجموع من تعليمه، لانه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبه. فقط بهذه الايات سنتكلم عن يسوع المسيح بخدمة عن المعلم الفريد، يسوع المعلم الفريد، المعلم المميز. فهو فعلا كان وما زال هو المعلم الفريد. حتى الناس اللي اختلفوا معه أقروا بهذه الحقيقة أن يسوع معلم فريد، معلم مميز. في أيامه حاول يعمل مقارنة ما بين المسيح وأشخاص تانيين أنبياء في مقابلته مع المرأة السامرية. من قال لها ادينا الماء أشرب، فبتقول له لعلك أعظم من أبينا يعقوب. بعدين في تدرج الإعلان اكتشفت بأنه يسوع أعظمه، أعظم من يعقوب. في نقاش في إنجيل يوحنا تكلم اليهود وتناقشوا معه، قال لهم أبوكم إبراهيم عاوز يشوف اليوم ده، وتهلل وفرح. فقال يا راجل أنت ما تميت 50 سنة رأيت أبينا إبراهيم؟ قال لهم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. طبعا ده كان صدمة، وفكروا يرجموه لأنه تجديف، من أنت؟ ظهر في موقف معه إيليا وموسى في جبل التجلي، وبطرس اتخلع لما شاف، يعني اتخض لما شاف المنظر قدامه، موسى إيليا يا رب جيد أن نكون ها هنا فنصنع 3 مظال، واحد لك واحد لموسى. عارفين شو حصل؟ صحابة غطتهم، وصحابة راحت ولم يروا إلا يسوع وحده. صوت من السماء يقول فقط هذا ابن الحبيب له اسمعوا. ليس له مقارنة، ليس له مقارنة بأحد. كاتب سفر العبرانيين يتكلم عن عظمة يسوع من بداية الأصحاحات الأولى من العبرانيين، وهو ماشي يتكلم عن يسوع وعظمته على الأنبياء. يسوع أعظم من الملائكة، يسوع أعظم من موسى، يسوع أعظم من هارون ومن كهنوت هارون. يسوع فوق الجميع، يسوع وحده سيظل هذا المعلم الفريد عبر العصور. عظمة يسوع ليس فقط لأنه صنع معجزات، شفى مرضى، وإنه فتح عيون العمي، لكن تميز يسوع لأنه غير قلوب، قدر يوصل إلى قلوب الناس، قدر يعمل معجزة المعجزات بأنه يخلي واحد مدمن على أي نوع من الإدمان أنه يقرر أنه يعيش ليسوع ويترك كل ما هو خلفه، فقط يتطلع إلى يسوع. هذا المعلم الفريد. فيليبيانسي كاتب أمريكي
كاتب كذا كتب، من ضمن الكتب أنا بقراه كتاب رائع جدا وبقراه للمرة الثانية، كتاب اسمه يسوع الذي لم أكن أعرفه. قال ينسي في هذا الكتاب كلما كانت الشخصيات سيئة وغير أخلاقية، كلما كانت تسعى وتلتف حول المسيح لأنهم وجدوا فيه جاذبية خاصة. وده اللي عمل فرق في حياة يسوع، في حياة الناس، في خلال مقابلتهم مع الرب يسوع المسيح. عشان كذا في الآيات اللي احنا قريناها، لما أكمل يسوع هذه الأقوال بهتت الجموع من تعليمه، لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة. الموعظة المعروفة، الموعظة للجبل في إنجيل متى أصحاح 5 و6 و7، أميز وأعظم ما تكلم به الرب يسوع المسيح هذا خلق في الناس وفي الجمهور وفي السامعين إنه لا يمكن يكون هذا المعلم مثل المعلمين اللي عندنا، مثل الكتبة والفريسيين. الكتبة والفريسيين مجموعة، الكتبة جزء من الفريسيين في الحقيقة، كانوا معروفين بكتبة الشعب، ينسخوا العهد القديم التوراة، وبالتالي يفسروا للناس العهد القديم ويفسروا للناس من تفاسير ثانية، ولكنهم في الحقيقة كانت هذه التفسيرات جافة لأنها كانت لا تلمس الحياة، حياة الناس ما بتعمل فرق في حياة الناس. فكانت الحياة الروحية حياة جافة، حياة مبنية على النواميس، مبنية على الشريعة، والمبني على الشريعة وعلى النواميس يجعلك تطبق الناموس والشريعة فقط، ليس لأنك مقتنع ولكنك لأنك تخاف من العقاب. فالعاوز يعيش الشريعة والناموس، مش لأنه فقط هو عاوز يعيش حياة التقوى بس، لا، خايف من العقاب. وبالتالي الكتب والفريسيين أيام المسيح قدموا هذا التعليم والخوف، أدخلوا الخوف بسبب الشريعة وبسبب الناموس. جاء يسوع المسيح المعلم الفريد وعدل الصورة المشوهة، ضبط الصورة المقلوبة، وضع الصورة بالوضع الطبيعي، ما أراده الله من الشريعة ومن الناموس لما أعطاه لموسى. ماذا فعل يسوع؟ نزل إلى الجمهور وإلى السامعين وعاش معهم، عاش بينهم، قدم لهم الحياة اللي عاوز الله إن هي توصل للناس. فاستغربوا، هذا يتكلم بطريقة مختلفة، ليس كالكتب والفريسيين. ففي الموعظة للجبل بيقول لهم قيل لكم، قيل للقدماء في الشريعة لا تقتل، أما أنا فأقول لكم. من أنت؟ قيل للقدماء لا تزني، أما أنا فأقول لكم. الموعظة للجبل، ناس قالوا دي مستوى عالي من الحياة، صعب الواحد يعيش هذا المستوى. يعني ايه واحد ضربك على خدك الأيمن تحوله الآخر؟ يعني شنو لا تزني؟ ولكن من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. طيب ما كله يزني؟ طيب ما الكل في الشارع يزني؟ مستوى عالي، إنه ما نعيش هذا المستوى العالي مش معناه إنه غلط، لا، بس ده المستوى اللي المفروض تعيشه، مش الموضوع فشلت إنك تعيشه أو لا، ده المستوى اللي المفروض تعيشه، ولكن بسبب الخطية نختبر التجربة ونسقط مرة. فنقل يسوع مفهوم جديد، راح نتأمل مع بعض في 3 نقاط على الأقل، ماذا جعل يسوع مميز من البقية، ماذا جعله مميز من الكتب والفريسيين، ماذا جعله مميز من الآخرين، لماذا انجذبت إليه الجمهور، لماذا كانوا يحبوا يسمعوا، لماذا كانوا يدنون منه، شنو العمل فرق. ورح نكتشف إنه العمل فرق أيام المسيح في القرن الأول، في جيل اللي فيه عاش المسيح، في الجمهور والسامعين، يعمل حتى اليوم، هو أمساً واليوم وإلى الأبد. مع تغيير الظروف، مع تغيير الأماكن، مع تغيير الأزمنة، ولكن يظل يسوع وحده فقط. هو قال كده، أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر، لأنه اسمه
عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. فهو معنا في كل ظروف والحياة اللي احنا بنعيشها. ما الذي جعل يسوع مختلف وفريد؟ النقطة الأولى راح نتكلم فيه ونتأمل فيه أن يسوع اهتم بقيمة الإنسان أكثر من قوانين الشريعة. اهتم بقيمة الإنسان أكثر من قوانين الشريعة. قوانين الشريعة مثلاً في تعامله مع الأبرص، أبرص شخص أبرص في أيام القوانين الشريعة كان صعب جداً الاقتراب من هذا الشخص الأبرص. بالعكس الأبرص كان يغطي شعره شنبوه ويصرخ في الشارع أبرص أبرص حتى ما يقتربوا، ما في حد يتنجس به. هل تعلم ماذا فعل هذا المعلم المميز يسوع؟ مد يده ولمس الأبرص. الأبرص في حاجة إلى كلمات طيبة، في حاجة إلى شخص يحضنه يحتضنه، في حاجة إلى شخص يشجعه. الأبرص أيامه منبوذ من المجتمع، مرفوض من الناس، أهله ما يحبوا، خلاص عارضة نجس. يتفاجأ هذا الأبرص أن يسوع يمد يده ويلمسه. ده يعمل فرق في حياته ولا لا؟ يعمل فرق في حياته. تخيلوا أنت مكان هذا الأبرص، في حالتك هذه، في حالتك وأنت في حاجة إلى شخص يقترب إليك ويلمسك، كيف وكم كيف بيكون شعورك؟ يسوع ذهب يعني أبعد مما يقوله الناموس، اهتم بقيمة هذا الإنسان، إنه هو في حاجة إلى اللمس، في حاجة إلى شخص يقدم له الحنان والرأفة والحياة العملية. فيسوع كان مختلف لأنه لم يقدم فقط مجرد تعاليم. لوقا وهو يكتب أعمال الرسل، الكلام الأول أنشأته يا ثوفيلوس عن ما ابتدى يسوع يفعله ويعلم به. فما كان يعلم وبعدين يعمل اللي عاوز يعمله، كان يفعل ويعلم ما يعيشه، فحياته كانت رسالة. تعامل بالرحمة مع المرأة التي أمسكت في الزنا، أعطى قيمة لهذه الإنسانة أكثر من قوانين الشريعة. هذه المرأة كانت مدانة، والشريعة والناموس تقول هذه المرأة ترجم ماذا تقول يا معلم. أنتم بتعرفوا كيف يسوع رد وقال من منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر، وما في شخص رمى بحجر. رفع يسوع عينيه وابتدى ينظر للمرأة، بعدين بيسألها وين اللي جابوك، ألم يدينك أحد؟ أنا أتخيل إن هي كانت خجلانة من العار، فضيحة، تخيل بيجيبوك لأنكم سكت في خطية في ذات الفعل. بعدين بترفع عليها حتى تبص مين ممكن يضربها، فين الجمهور الغاضبة، لم ترى أحد. فقالت له لا يا سيد لم يدني أحد. عارفين يسوع ماذا قال لها؟ وأنا أيضا لا أدينك، اذهبي ولا تخطئي. هللويا، إنه معلم عظيم. من كان عنده الحق أن يرجم هذه المرأة؟ يسوع. لماذا؟ لم يفعل خطية ولم يوجد في فمه غش. وقف وقال لهم من منكم يبكتني على الخطية؟ هو عنده الحق. كيف تعمل الخطية؟ أنا بلا خطية فيرجمها. لم يستخدم هذا الحق، استخدم الحق الثاني اللي هو اذهبي أنا لا أدينك، اذهبي ولا تخطئ. أعطاها فرصة مرة ثانية. أنا أتخيل لو هذه السيدة راحت وعملت خطية ثانية وجابوها ليسوع، يسوع هيقول لها لا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. ولمشت مرة ثالثة وعملت خطية ورجعت، راح يقول لها اذهبي ولا تخطئي أيضا، لحد ما تفقد الفرص وتموت وتكون حكمت لنفسها وتروح إلى جهنم، ولكنها فقدت الفرصة التي أعطيت لها. يسوع لم يدينها. يسوع جنح أو
مال إلى الرحمة أكثر من الدينونة. دي النقطة راح نتكلم فيها. ولكنه هذه المعاملة قدمها ضد ناموس حتى في الشفاء يوم السبت. في اقتبس لهم لما عمل معجزة يوم السبت وانتقدوه على أنه بيكسر الناموس لأنه بيشفي شخص يوم السبت وهذا ممكن يشفي في وقت تاني. هو كان رأيه مختلف بأنه الشخص محتاج إلى علاج، يعني حننتظر نفوة السبت عشان أشفي بكرة وهو واقف في حاجة إلى الشفاء، لا أقدم له الشفاء الآن. بعدين أشار لهم في العهد القديم في هوشع أصحاح 6:6 وقال لهم اذهبوا وتعلموا ما هو مكتوب، إني أريد رحمة لا ذبيحة، معرفة الله أكثر من محرقات. في العهد القديم في هوشع 6:6 يسوع قدم الرحمة أكثر من مجرد أنه يقدم قوانين جافة، يقدم نواميس، يقدم شريعة، لأنه أدرك أن الشريعة فشلت، الناموس فشل بأنه يقدم للإنسان الحل. رجموا ما بعرف العشرات أو الآلاف من الذين زنوا، والزنا ما زال موجود. رجموا أو أعدموا اللي قتلوا ولسه القتل مستمر. إذن العلاج ليس في الناموس والشريعة، العلاج في التغيير الداخلي، في تقديم الرحمة، في تقديم فرصة حتى الإنسان يتوب ويعود. شخص أعمى شوف فيها، هو أعمى منذ ولادته في إنجيل يوحنا أصحاح 9 ومبسوط لأن واحد مولود أعمى يسوع شفاء. نعمل فيه ده، نعمل يعني واحد ابنكم مولود أعمى وربنا شفاء، نعمل له احتفال، ندعي الجيران مش كده؟ لا، عملوا له محكمة، عملوا له محاكمة. شو موضوع المحاكمة؟ اللي شفاك خاطي. طيب يعني أنا بركز فيه هو خاطي ولا بركز أنا شفيد؟ لا، أنت كيف يشفيك واحد هذا خاطي؟ هذا في مقارنتنا مع موسى ده خاطي، احنا وكيف شفاك؟ ويحكي لهم كيف شفاني. لا 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 لا, لا. مش ممكن. وجابوا ابو محاكمه، واحد المفروض يحتفلوا معاه عملوا له محاكمه لانه شفا. الناموس بيعمل كده. الناموس عاوز كيف فقط انك تطبق حرفيا. انا هقتبس كلمه ثانيه من يانسي معلس من نفس الكتاب، بيقول فيه إن التقيد الحرفي والتزمت بالدين في الكنيسة خلق حاجزاً جعل هؤلاء الناس الذين لا يشعرون بالارتياح من وجودهم في الكنيسة لأنهم حاسين مرفوضين من الكنيسة. النقطة الثانية، يسوع اهتم بحياة الإنسان الداخلية أكثر من المظاهر الخارجية، فهو اهتم بالإنسان الداخلي أكثر من مجرد شكليات، الصلوات، القراءات وهذه الأمور. يسوع اهتم بحياة الإنسان الداخلية. فريس والعشار، فريس شخص يعيش الشريعة والناموس ومعروف وقت ذاك متزمت، والعشار واحد شغال مع الحكومة الرومانية بيجمع الضرائب ومكروه من المجتمع لأنه يتعامل مع دولة مستعمرة، مع الدولة الرومانية، وهو منبوز من الناس. حتى في إنجيل لما يتكلموا دائما يقارنوا العشارين والخطاة، يخطوهم في الصف واحد، عشارين وخطاة، صاعدا إلى الهيكل ليصليا. الفريسي نعرف كيف كان يصلي، الصلاة جميلة منمقة محفوظة معروفة، اللهم إني أشكرك لست مثل باقي الناس الظالمين الخطاة الزنات، أصوم مرة في الأسبوع، أدفع عشور، كل ما عندي وقت بدفع عشور. هذه الصلاة. الفريسي بيقول لله أنت طلبت وأنا عملت، فأنا وإنت حبايب، بنقول في السودان حبايب، يعني ما في شيء، خلاص انا عملت، انا كفيت الدين. وقف هذا العشار وهو لا يشاء
أن يرفع عينيه نحو السماء من الخجل من العار. طيب هذا الفريسي صلى هذه الصلاة، طيب أنا هصلي شو راح أقول؟ وهو لا يشأ أن يرفع عينيه نحو السماء، كان يعني موطي راسه، قرأ على صدره قائلا: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. ماذا قال يسوع في رده؟ هذا الأخير نزل إلى بيته مبررا دون ذاك، لأن من يرفع نفسه يرتفع ومن يضع نفسه يتضع. هذه الأمور دي الفريس والعشار بيتكرروا عندنا في حياتنا. يسوع دائما يشير على الحياة الداخلية أكثر من مجرد شو عملت شو قدمت، فهو يركز على القلب، مركز الشر. القلب مركز الشر، مش الفعل بعد ما عملت، لا قبل ما تعمل كيف تعيش حياة الضبط. يعني لما قال من نظر إلى امرأة ليشتهيها، ده قيمة أكبر في حياة داخلية أكثر من مجرد الفعل. الفعل حصل، بس كيف لما نجي ليسوع وتتغير حياتنا الداخلية، كيف ممكن الأمور تتغير والفعل يتوقف؟ ناقضوا، لأن التلاميذ يعني ما بيغسلوا أيديهم وهم بيأكلوا على حسب الناموس. ركز على الداخل، ما يخرج وليس ما يدخل إلى القلب. الناموسيين في مظهرهم الخارجي تكلم عليهم الرب يسوع المسيح، الكتب والفريسيين عارفين ماذا قال لهم هذا المعلم المميز والفريد: أنتم مثل الله، مثل القبور مبيضة من الخارج ومن الداخل عفن. أنا يعني كنت في بلاد أوروبية وفي أمريكا وشفت قبور يعني تسكن في هناك في القبور، ورد رائع، شو الموجود جوا؟ عظام، عفن. المظهر الخارجي رائع، ولكن من الداخل، وهذا مركز عليه الرب يسوع المسيح في 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 نقاشه دائما وجدله مع الفريسيين والكتبة، ما كان يلمس فقط الناموس الأدبي، كان يلمس الأمور المظهرية الخارجية. وده اللي عمل فرق في حياة الناس، إنه لمس الحياة الداخلية. تخيلوا كيف يعطينا الفرصة الرب يسوع المسيح حتى في آخر أيامنا، لص على الصليب، لص على الصليب، فقد آمن بأنه هذا الشخص أسمع به، شخص فريد، شخص مميز. رد على أخوه الثاني اللص وقال له: نحن يعني إحنا نعاقب على ما فعلناه، أما هذا فلم يفعل شيء، ليس في محله، ليه بيصلب؟ وبعدين بيقول: يا رب ليسوع، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. يسوع ماذا قال له؟ اليوم تكون معي في الفردوس. طيب يا عم أنا ما عملت شيء حتى في حياتي يعني يأهلني إن أنا أدخل الفردوس، ما عملت ولا شيء. كفاية هذا الإيمان، آمن فقط. هذا ما فعله يسوع ويفعله لحد اليوم، مستمر الرب يسوع المسيح إنه يعمل ويغير في حياة الناس ويهتم بحياة الإنسان، الحياة الداخلية. رقم 3، اهتم بشركة الإنسان مع الله أكثر من إدانته، يعني أكثر من ما يدين الإنسان، أكثر من مجرد إنه فعلت كذا فعليك كذا، لا. لأصله إحنا علمونا وقدموا لنا صورة مشوهة عن الله. من هو الله؟ الله شخص يعني غضبان، بيفتش على اللي بيغلط عشان يعاقبه، فهو غضبان مننا دائما صورة الله هو غضبان، فلازم تعمل شيء عشان ترضيه وإلا ينتقم منك. هذه الصورة مشوهة، عدلها الرب يسوع المسيح. كيف؟ جلس مع الخطاة والعشرين، كان بالنسبة لهم هذه طبعا صدمة،
مهزلة بالنسبة للفلسطينيين. كتب هذه مهزلة، واحد معلم ونعتقد نبي عظيم يجالس الخطاة. كانت لقب، كان عنده لقب محب للعشرين والخطاة. جلس معهم، لما الرب جلس معهم نقل لهم هذه الصورة، صورة إنه كيف تروني إنه أنا شخص مميز أو معلم أو من الله كيف. فهو في جلوسه قدم رسالة، هذه الرسالة هي بأنه وأنا المعلم أجلس بينكم، فهذه الصورة الله أنقلها إليكم عمليا. ليه؟ لأن الله روح، فما يجلس مع الإنسان، الله روح، لم يراه أحد قد، الله لم يراه أحد قد. الابن الوحيد الذي في حضن الأب هو خبر، فهو الابن الذي نقل الصورة، نقل صورة الآب، صورة الله إلى البشر، فعاش بينهم، قدم لهم أنه في مقدور الإنسان أن يلتقي مع الله وأن يكون عنده الشركة مع الله. ففي إنجيل لوقا أصحاح 15 لما حكى عن الابن الضال وحكى عن الدرهم المفقود والخروفة، تكلم بناء على هذه النقطة بأنه العشارين والخطاة كانوا يدنون منه ليسمعوه. فتزمر الفريسيين. ليه تزمر الفريسيين؟ لأنه ما هذا غير مقبول، يعني هذا غير مقبول. فراح قال لهم أحكي لكم قصة عن الابن الضال، كيف هذا الابن طلع من البيت وصرف مال بيو وعاش حياة، وبعدين رجع بعد سنين وجد أن أباه ينتظره، أبوه كان بينتظره، استقبله، عمل له حفلة، ضبح له المسمن، لبس الحلة الأولى. ده في الابن الكبير طبعا كان يعني بيمثل الناموس، كان ما مبسوط أبدا من هالمنظر، ورفض فعلا أن يدخل البيت لأنه يعتبر يعني معقول الأب يتعامل مع ابنه العاصي المتمرد الزاني كما سماه، كل ده يتعامل معه بهذه الطريقة، كيف؟ طيب أنا موجود معك بالبيت حتى يا عمي نعجة أو ما عملت لي شيء، أنا خليني أفرح مع أصحابي. طيب أبوه بيقول له طيب مشكلة مين هيدا؟ مشكلتي أنا ولا مشكلتك أنت؟ الرب يسوع أدان الخطية ولكنه يحب الإنسان الخاطئ حقيقة، فاقترب إذن الإنسان وعاش معه، رفض من المجتمع اللي هو موجود فيه، يقر إنجيل يوحنا ويقول جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله، أما كل الذين قبلوه، هللويا، كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، يتبناهم الله. يتبنى واحد مثلي مليان بالأثام وبالخطايا، يتبنى واحد مثل الزكا. زكا ما كان بس عشار، ده كان رئيسهم، رئيس العشارين. فإذا كان عشارين مكروهين يعني 10%، زكا مكروه 100%. زكا بالرغم انه يعني رئيس العشارين، معه يعني معه فلوس، غني، ولكن كان في غالبا فراغ من الداخل، فطلب ان يرى يسوع من هو. بعدين فوجئ زكا بان يسوع بيبص لفوق في الشجره اللي طلع فيه زكا، بيقول له زكا باسمه اسرع انزل، اليوم ينبغي أن أمكث في بيتك. فلا انظروا، دخل ليبيت عند رجل خاطئ، ماشي يبيت عنده، هو بيعرف من هو زكا، سمعته سيئة، ده كل الناس تتكلم عليه، كيف معلم ده خبروه، غالبا يعني في تذمر. بس لوقا يعني خطاه في اختصار، يعني انه دخل يعني، بس غالبا الكلام اكثر من هيك. غالبا دخل يسوع بيت زكا، جلس مع زكا، ما لمس زكا ويقول له زكا انا يعني اسمع اخبار سيئه عنك، يعني
أنت تتعامل مع دولة مستعمرة، دولة رومانية ضد شعبك، هذا كلام عيب يعني. وبعدين يعني أنت تسرق وتشيل من الناس بالقوة، وين شعبك يعني؟ خلي لك دم يعني شوية. حسب الراوي لوقا ما قال شيء أبدا عن أي تأنيب. يسوع جلس يأكل معهم، فجأة زكى، يا رب هذا أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد له أربعة أضعاف. ماذا حدث لزكا؟ يسوع دخل بيت زكا، ولما يسوع يدخل البيت يدخل القلب، يقلب الموازين، يقلب حياة الإنسان. فقد فقد إنك تفتح قلبك، فقد إنك تكون مستعد. يا رب يا رب ما تعمل. في ناس عملوا كده، قال له أنا إنسان شرير وحاولت أتوب كذا مرة ومش قادر، وكل ما أمشي الكنيسة بيبصوا عليها بصة غريبة، فأفضل حاجة أنا أعمله ابتعد من الكنيسة ومن جماعة المؤمنين، خليني عم أريح راسي. في مثل عندنا بيقول يعني جهنم مضمونة ولا جنة مجهجهة، يعني 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 أنا ضامن إن رايح جهنم ده مضمون، وإن رايح السماء يعني مش مضمون، فأفضل أكون مع المضمون اللي هو جهنم. هذه فكرة خاطئة. أنت قريب من النعمة فلا ترفض النعمة. يسوع عدل هذه الصورة المشوهة عن الله، قرب صورة الله لنا بأنه في مقدورنا أن نتكلم مع الله، في مقدورنا أن نكون في الشركة مع الله، في مقدورنا أن نكون في علاقة معه. مهما كنت ومهما كانت الحالة اللي أنت عايش فيه واللي أنت عايش فيها، فهو قريب لحياتنا، هو قريب منا، هو يتعامل معنا بحب وبحنان. هو إله الفرص، فهو يعطي فرصة 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 فرصة. كان واحد مع واحد من التلاميذ اللي خانوا في النهاية يهوذا، وكان يعرف أن يهوذا يأخذ من بيخطف في الصندوق، كان يسرق، ورب يعطي فرصة يعطي فرصة يعطي فرصة. رفض يتوب يهوذا، وبعدين قال لك نعمل صفقة كبيرة، صفقة رابحة، صفقة ضربة البيزنس، ضربة العمر هذه، ونبيع السيد بثلاثين من الفضة. ده يعني كل شوية هاخذ من صندوق ملاليم، ده أنا أبيعه وأخذ جزء، يأخذ مال. وضيع حياته. تتخيلوا معي، كان يهوذا في مقدوره بأنه يتوب ويعود والله يسامحه زي ما عمل بطرس. ما هو بطرس عمل خطية ما أقل من خطية يهوذا. بطرس نكر يسوع ثلاث مرات، بيسمونه ناس القانون يعني متعمد، اللي هو بإصرار يعني بسبق الإصرار والترصد بيقولوا ثلاث مرات. أنت معهم؟ لا لا، أنت معهم؟ لا لا يا جماعة، يا أخونا اهدوا. أنا بس هذا راح بكى بكاء مرا وتاب وعاد في الشركة مع يسوع. هل تعلم أن بعد قيامة الرب يسوع المسيح من الأموات، أول واحد من التلاميذ ظهر له الرب كان بطرس الذي نكره. كان في مقدور يهوذا أنه يستمتع ويتمتع بهذا المعلم الرائع، ولكنه اختار طريق، اختار هو طريق، راح وشنك نفسه، أعدم نفسه، انتحر. ما تعمل كده، ما تعمل كده. حياتك وحياتك ما ميؤس منها، في فرصة إنك ترجع لهذا المعلم مرة تانية. ما حقدر أضمن لك، وما تقدر تضمن لو رجعت وتبت النهاردة إنه يعني حضمن لك، ولكن في فرصة. اغتنم، أخذ هذه الفرصة، شيل الفرصة دي للحياة بتاعتك. هذا المعلم الفريد يسوع المسيح المميز ما زال يعمل حتى اليوم، حتى اليوم. يا جماعة، في ناس عاملين ما زي زكا، مدخلين يسوع في البيت، لا مخلين يسوع حول البيت، حول البيت. يعني يسوع حول البيت؟ مسيحي، امشي كنيسة، بقرأ كتاب مقدس، ولكن يسوع فقط
في الحي في الكنيسة، افتح الباب، أنا إذا واقف الباب وأقرأ، استمع أحد وفتح الباب أدخل إليه، نكون في الشركة مع بعض، نكون في علاقة مع بعض. فإن كنت مستعد اليوم قبل بكرة، أنك ما بتعرف، أنا ما بعرف، اقترن بهذا المعلم يسوع المسيح. ما زالت شهادات، في شهادات رائعة في العالم بتتكلم ناس سلموا حياتهم ليسوع، حياتهم كانت يائسة، ولكن جول الرب يسوع المسيح غير الحياة بتاعتهم. أمين.